يا حبيبة قلبي يا روحي يا لولا، بطلي زن. بطلي زن اي حاجة، خلاص مش فارقة اي حاجة اللي تشوفيه بقى. هو ايه ده اللي مش فارقة يا حازم؟ يعني اقلي الجمبري ولا لا؟ اصل الجمبري ده ما ينفعش يتاكل غير وهو سخن. عاملين جمبري كمان، حمام محشي وجمبري، يا حلاوة. ايوه يا حازمة، عشان لو الجمبري ما عجبكش الحمام يعجبك. ده انا كده بتزغط يا روحي، مش باكل، انا كده هزور. بعد الشر عليك من الزورة يا حبيبي، برضو ما قلتليش اقلي الجمبري ولا تريس. لولو لولو هكلمك تاني يا حبيبتي. يلا يلا، باي 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 باي. سلام يا حزمة قلبي، ما تتأخرش. يا شو، في حاجة ولا ايه؟ ايه؟ شروق اوعى اوعى، بص 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 بص. ايه يا حسن؟ ايه يا بابا؟ ايه في ايه؟ اشربي طب اشربي اشربي اشربي. الحمد لله كل حاجه بتتعوض. الحمد لله. بالراحه بالراحه بالراحه. الحمد لله. طمنينا عليكي، فيك حاجه ولا ايه؟ ان شاء الله بسيطه. في حاجه في دماغك؟ معلش ماشي، انا ما تبصش على الناس. مش عارفه خبطت ولا ايه، مش عارفه. معلش معلش، مفيش حاجة. مغلله قوي قوي. ألف سلام عليك يا حبيبتي. حاسة بس بالصداع جامد. مفيش حاجة يا حبيبتي، مفيش حاجة. شكرا يا جماعة، ألف شكر. شكرا يا جماعة، متشكرين جدا، متشكرين جدا. طمنيني عليك. طب أنت كويسة دلوقتي؟ الحمد لله. أنا كويسة دلوقتي. أنا هجيب لك دكتور بقى، هنجيب لك دكتور، أو تعالي نروح الدكتور. لا لا لا، العيال خلاص تمام، أنا عايزة أروح أجيب العيال. ألف سلام، ألف سلام، الحمد لله. تلاقيش يا حبيبتي، تلاقيش تلاقيش. ايه ده، مفيش حاجه خالص، ده يا دوب بس الكبوت اتطبق شويه والفانوس فداكي. وخلاص الرفرف كان لازم يتغير. معلش معلش، ما تشتغل عليك يا حبيبي. طيب انا اقول لك على حاجه، انت لو انت كويسه روحي هاتي الولاد التمرين بالعربيه. لا لا، جدا دايخه جدا، انا مش هقدر اسوق الولاد كده، ما اقدرش اخد طبعا الولاد. طبعا ما ينفعش، ازاي هتسوق ازاي كده وانت عندك كده؟ ما ينفعش طبعا، ما ينفعش تاخد الريسك. طيب يا حبيبتي انا ما تشتغل عليك. طب هعمل هعمل تليفون. حاضر، ثانيه واحده نجيب الولاد. طبعا طبعا، يلا يلا، حالا يا حبيبتي حالا. ايوه ليلى، واتش ات.